وانت بقى باصص للدول الافريقيه هتلاحظ ملاحظه مهمه جدا، دي اللي احنا علينا بقى نلتفت اليها. ايه هي يا مؤمن؟ تعال ارجعك لحصه جغرافيا، احفظ معايا مش عيب، ده تاريخ لازم تبقى عارفه، جغرافيه بلدك. نهر النيل فيهم دول اسمها دول حوض نهر النيل ودول مصب. دول المصب دولتين، السودان ومصر. دول الحوض كانوا سبعه، دول الحوض سبعه، درسناهم كده في ثالثه اعدادي ماشي كده. بس دول الحوض زادوا دولتين، الدوله الاولى جنوب السودان بعد تقسيم السودان الى السودان وجنوب السودان، فاصبح عندنا سبع دول اللي احنا حافظينهم درسناهم في ثالثه اعدادي، وادي دوله جنوب السودان، وفي دوله تسعه اضيفت مؤخرا اسمها اريتريا، يبقى تسعه. تخيل بقى يا مؤمن، دول حوض النيل التسعه دول حضر منهم سته احتفال بقرار ترامب نقل السفاره الامريكيه الى القدس. صحصح معايا كده، افتح الشباك ركز معايا، ست دول من دول حوض النيل حضروا النهارده في اسرائيل احتفالا بقرار نقل السفاره الامريكيه الى القدس المحتل. الدول دي دول ايه؟ حوض النيل. حوض النيل يعني المخنق بتاعك كدوله مصر، احفظ واعرف الكلام ده ماشي. دول حوض النيل لم تراعي خاطر اي دوله اسلاميه في العالم. يعني دول حوض النيل السته دول اتحطت قدامهم دعوه اسرائيل لحضور الاحتفال، واتحط قدامهم يجي 50 دوله من دول العالم الاسلامي، رجحت كفه اسرائيل على دول العالم الاسلامي، رجحت كفه اسرائيل لحضور الدعوه على دول العالم الاسلامي. ايه الكلام ده؟ وخلي البساط احمدي، انا رئيس دوله من دول حوض النيل، جات لي دعوه من اسرائيل عشان احضر احتفال السفاره الامريكيه نقلها للقدس. فانا اقول الله الله الله، ده هيزعل اخواننا في الدول الاسلاميه، ده الدول الاسلاميه بينها وبينها معاهدات، ممكن يزعل ايران. بص بدي لك قوه كبيره اسلاميه، انا ما جبتش لسه سيره الدول العربيه. ممكن يزعل تركيا، بص بدي لك قوه اسلاميه. ممكن يزعل اندونيسيا، بص ممكن ممكن ممكن. لا سيبك منهم، تاثيرهم ايه؟ تركيا تاثيرها ايه؟ ايران تاثيرها ايه؟ حتى لو بيننا وبينهم مشاكل، دول العالم الاسلامي لا وزن لها امام علاقه اسرائيل بدول حوض النيل، مفيش وزن ليه. ونجحت اسرائيل ان يحضر ست دول من حوض النيل، تخيل بقى. طيب في ايه تاني؟ دول حوض النيل وهم قاعدين، فكك يا عم من الدول الاسلاميه، الدول العربيه، الدول العربيه الاسلاميه. لا لا لا، احنا لو حضرنا هنزعل السعوديه يا عم كبر. طب ده احنا لو حضرنا ده مصر معترضه، فكك، ده احنا لو حضرنا هنزعل ايه بقى؟ المغرب، الجزائر، الاردن، لا وزن. نجحت اسرائيل، علينا ان نعترف بده. انت امام معركه دبلوماسيه قويه، انت اليوم تحصد كدوله مصريه ما زرعته طوال 40 سنة من تجاهل للعمق الأفريقي. يدوب مؤخرا عبد الفتاح السيسي بيحاول أن يعيد مصر إلى الأجواء الأفريقية، بس هل ما فسد طوال 40 سنة هنقدر نصلحه في سنتين ثلاثة؟ ما أقدرش أحمل نظام الحكم الحالي ولا حكومة مهندس شريف إسماعيل تبعات ده. الست دول دول ما حضروش علشان اسرائيل عاملة علاقات قوية في ثلاث سنين فاتوا، ابدا. اسرائيل موجودة من 30 40 سنة عندما تركت مصر الاقدام في دول حوض النيل. انت تحصد ده، احفظ ده، احفظ ده، انا عارف ان انت مالي علشان بتجهز السحور بتاع يوم الخميس، وعمال تجهز قائمة المسلسلات اللي هتتفرج عليها. ده نهر النيل، نقطة المية اللي انت هتشرب منها بقين مية عشان تتسحر وتحبس بكوباية شاي، هو ده اللي حاصل النهارده. نحن نحصد
السياسة الخارجية للدولة المصرية طوال 4 عقود. مين الدول اللي حضرت النهاردة من دول حوض النيل؟ أثيوبيا. أثيوبيا حضرت النهاردة رسالة مباشرة. كينيا، رواندا، جنوب السودان، تنزانيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية حضروا النهاردة. من أصل 9 دول في حوض النيل. طيب مين اللي ما حضروش؟ ما هو لازم نعرف أيضا مين اللي ما حضرش. أشرب بق ينسون شوية كده. بوروندي ما حضرتش، أوغندا ما حضرتش، إريتريا ما حضرتش. مين الرئيس الأفريقي من دول حوض النيل اللي كان بيزور مصر من كام يوم وقابل الرئيس السيسي؟ رئيس أوغندا، واللي طلع تصريح قال إيه؟ نقدر دور مصر في أفريقيا، نقدر حجم الاهتمام المصري بملف سد النهضة، أتمنى إن إحنا نحل المشكلة. يعني ده قاله. فتخيل يعني ربما كانت الزيارة الأخيرة ولقاء رئيس مصر بالرئيس الأوغندي يعني تكئة كده إن أوغندا تقول لأ، يعني بلاش أروح. والله أمر النهاردة يجب أن نلتفت ليه تماما. علينا أن نبحث عن الأسباب اللي دفعت 6 دول من دول حوض النيل لا تراعي حقوق الجوار ومصر الأفريقية واعتراض مصر على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وذهبت ورأت في إشارة واضحة أن علاقتها بإسرائيل أهم من علاقتها بالدول العربية والإسلامية. معايا على التليفون الدكتور محمد حسين، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور محمد مساء الفل. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا. عاوز أعرف من حضرتك، مظاهرة سلمية فلسطينية كيف يقابلها الاحتلال الإسرائيلي بكل هذه الغطرسة ويسقط 52 شهيد فلسطيني؟ الاحتلال الإسرائيلي ده دأبه ودي عادته، وهو بيضرب في الفلسطينيين وكأنهم يعني لا صاحب لهم، وكأنهم لا يعني عائط لهم، وكأنهم لا مغيث لهم. والعالم العربي بصراحة أصبح جثة هامدة كما كانوا يقولون. الإسرائيليين هم اللي قالوا أن العرب أصبحوا جثة هامدة. اليوم يتأكد أن العرب جثة هامدة، يعني للأسف الشديد. للأسف الشديد. أنا مش عايز اسم الدولة ده ينطق، يعني اسم الدولة دي لا ينطق. هذه دولة معتدية ظالمة جبارة تقتل بدم بارد، تصيب 3000 وتقتل 52 شهيد عشان ناس طالعين يقولوا القدس لنا. الله، طب ما هو عمالين يتبجح ويقولوا القدس لهم. القدس ايه وبتاع ايه؟ احنا مش للاسف الشديد احنا ما حطناش الامور في نصابها الصحيح. هؤلاء اصحاب اليهودية نسخت بالدين الاسلامي. هؤلاء ليس لهم اي حقوق على الاطلاق، لا دينيه ولا اجتماعيه ولا سياسيه ولا اخلاقيه، وواضح انهم لا اخلاق لهم. وصدق الله اذ يقول ان يظهروا عليكم لا ينقبوا فيكم الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. يعني ماذا يعني تقول لي العالم العربي و9 دول من حوض النيل ولا 6 دول من حوض النيل ما حضرتش؟ هذه دول تتنكر. اين جهد عبد الناصر؟ اين جهد مصر؟ أين المنظمة التضامن الأفرو آسيوي؟ خليني أسألك، تحليلك أن 6 دول من حوض النيل تحضر الاحتفالية النهاردة ولا تقيم وزنا لأي دولة عربية أو إسلامية؟ يا فندم هو بيقيس الدول العربية مقابل الولايات المتحدة، وبالتالي مصلحته فين؟ يعني هذه دول مصلحة النظم، مصلحة الدول، في معونة، في مام بيدولهم. يعني الدول دي بصراحة يعني احنا مصر دي كانت تتحمل الكثير، والشعب المصري يتحمل ايام عبد الناصر عشان المنظمة تنجح، منظمة التضامن الافرنساوي، وكنا عاملين حركة عدم الانحياز، وكان لما عبد الناصر بيتكلم العالم كله بيسمع. للأسف الشديد احنا دلوقتي بقينا فين؟ بدأت مصر مؤخرا تعود أدراجها إلى أفريقيا، ولا بتعود ولا بتتنيل. اسمح لي في العبارة بقى، أنا أقول لك الحقيقة. مصر ما بتعودش أفريقيا مرة أخرى. إذا كان رواندا بس، لأن دي دولة من دول حوض النيل، لكن كينيا وإثيوبيا وإريتريا ما حضرتش. لكن هذه الدول التي حضرتش بوروندي وأوغندا وإريتريا بوروندي وأوغندا وإريتريا والباقي كله حاضر.
الله. طب وفين فين السودان لا تتكلم، فين مصر لا تتكلم؟ انا ادعو الى اجتماع قمه عربيه عاجل يضع الامور في نصابها، مش يستنكر ويشجب ويدين، لا ياخذ مواقف رجال. هذا هو وقت التصرف كرجال. اللي انا شايفه اليهود يتصرفون كرجال والعرب يتصرفون، اسمح لي في العباره احطها بين قوسين كده، كنعاج. يكفي ما قلت. انا راجل عربي صعيدي صميم، هؤلاء يتصرفون كنعاج. يكفي ما قلت دكتور محمد حسين، استاذ العلاقات الدوليه بجامعه القاهره بكليه الاقتصاد والعلوم السياسيه. نقطة الخلاف الوحيدة بيني وبينك ان انا ارى ان مصر في خلال الثلاث سنين اللي فاتت بدأت الطائرة المصرية الرئاسية الاولى بتحط عجلاتها في عواصم افريقية. الرئيس عبد الفتاح السيسي زار عدد من الدول الافريقية اكثر من مرة، وانا قلت ما افسده الزمان لن يصلحه العطار، ما افسدته مصر طوال اربع عقود لن يصلحه العطار عبد الفتاح السيسي. ان انت محتاج شغل كبير قوي ومحتاج جهد كبير قوي وده هياخد وقت قوي، وهي دي الحقيقة. انت لو انت حاكم وقعد على كرسي الحكم النهاردة مش مجرد زيارة وركوب طيارة، لا ده لازم مصالح تتشابك. اسرائيل بقى لها 50 سنة، تخيل، منذ بدء اعلانها ككيان مغتصب وهي يعني على افريقيا، وبتروح هناك تقدم الدعم. تخيل بتقدم دعم في مجالات زي الري والزراعة اسرائيل، وعينيها على دول حوض النيل تحديدا. انت محتاج هنا تعمل حاجات كتيرة جدا، محتاج مجهود كبير جدا. للأسف احنا ضيعناه في 40 سنة، وانت النهاردة بتحصد ده. لو مصر الستينات موجودة النهاردة ولا دولة افريقية كانت هتعتب اسرائيل، بس انت خلعت رجليك كمصر في السبعينات والثمانينات والتسعينات والألفية. ولما يجي الرئيس السيسي هيروح؟ لا، محتاج وقت كتير، محتاج وقت، محتاج وقت وجهد. لكن اللقطة تذكروها، 6 دول من دول حوض النيل من أصل 9 يحضروا احتفالية إسرائيل اليوم بقرار ترامب نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، و52 شهيد فلسطيني في مسيرة سلمية يقابلها الكيان الإسرائيلي المغتصب، ارتفعوا منذ دقائق إلى 55 شهيد، وأكثر من 2400 مصاب وجريح فلسطيني حتى هذه اللحظة، وسيارات الإسعاف المصرية تذهب إلى رفح لنقل المصابين من الفلسطينيين وعلاجهم داخل المستشفيات المصرية. أيضا مجلس الأمن سيعقد خلال ساعات جلسة طارئة، وذلك لبحث ما يحدث في غزة من حرب على الفلسطينيين. حتى الآن لم تصدر أي بيانات عربية تندد أو تشجب أو تدعو لمؤتمر قمة عاجل.